النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بمولده بالصيام. لماذا كان يصوم يوم الاثنين؟ لأنه يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فمن جاء يوم الاثنين وصام فقد احتفل بمولد رسول الله. أو أكثر تلاوة القرآن، لم يصم لكن عمل عملا صالحا آخر وهو تلاوة القرآن، أيضا هذا احتفال جائز. أو يعني تصدق في يوم الاثنين احتفاء بمولد رسول الله، أيضا هذا ما في مشكلة. لكن إذا سيست الاحتفالات أو يعني أصبح الاحتفال مثل الصوفية دروشة وفساد وكذا، فهذا نعم هذا يكون بدعة سيئة.